السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منصة إسلاك هي منصة لإدارة المشروع بتاعك. ممكن يكون المشروع بتاعك هي كورسات تعليمية، فأنت تعمل فصول وتخلي مثلا ده مثلا كورس ريفت مستوى أول، ده ريفت مستوى تاني، ده 3 دي ماكس، وهكذا لتنظيم الفصول للطلب اللي عندك. فأنت بتقول له مثلا إيه آلة شنل، تمام؟ طيب آلة شنل دي هتسميها إيه مثلا؟ هتسميها مثلا أو إس مثلا، أو خليها بيم آر بي حسب الكورس، مثلا فوتوشوب والحاجات دي كلها. كريت شانل، تمام، ده الاسم، ده الديسكريبشن، ده عايز الحاجة دي تبقى برايفت للناس اللي مشتركة معاك بس في الكورس، ولا بابليك للناس كلها زي ما انت حابب. طيب انا دلوقتي هخليها بابليك واقول له كريت، يبقى كده اي حد يعمل سيرش هيلاقيها، ممكن اخد اللينك دي للناس كلها وهكذا. طيب بتبدأ تكتب الايميلات والحاجات دي كلها بحيث الناس تبدأ تنضم للشانل ديت. لو في مثلا درس او كده تقدر تعمل له اتاشمنت وتقدر تربطه بجوجل درايف ودروب بوكس، بحيث ان انت تقدر ترفع الملفات منهم اوتوماتيك او ترفع من الجهاز بتاعك، وتقدر تكتب رسائل. واي حد عايز تعمل له منشن تقدر تعمل اد وتبعت رسالة للشخص دوت، تمام. وتقدر تحط اي حاجة من الرموز التعبيرية دي، وهنا هتجي لك لو الرسالة انت عامل لها ستارت، ستارت يعني حاجة خاصة. مثلا لو تيجي هنا تقول دي مثلا كام ستارت، فلما تدوس هنا تبدأ تظهر لك الرسائل الخاصة. هنا دي الاكتيفيتيز لو في اي حاجة جديدة او حد عمل لك منشن. ولو عايز تبعت رسائل خاصة هتلاقي دايركت مسج وتبعت رسائل للناس اللي معاك. تقدر تيجي هنا تشوف الرسائل أو تلغيها. هنا ممكن تيجي بقى تقول له أنا عايز هنا أنسخ كوبي للينك دوت، بحيث إن أنا أبعتها مثلا في إيميل أو أبعتها لجروب آخر. أقول له فكرني بالحاجة دي كمان مثلا ساعة ساعتين عشان مش فاضي دلوقتي، أو بنت وتشانل تظهر في بداية التشانل بتاعتي، أو اعمل إيديت للرسالة أو ديليت، إيديت تعديل ديليت لإلغاء الرسالة. هنا ممكن تروح لرسالة معينة أو شات معين من خلال هنا. ممكن تسطب جوجل درايف، تسطب جوجل كاليندر، تسطب الدروب بوكس أو أي حاجة من الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت. وهنا ممكن تدعو الأشخاص اللي أنت عايزهم يكونوا معاك في قلب الجروب. وهنا ممكن تقول له نوتيفيكيشن أو تقول له قفل النوتيفيكيشن دي لمدة مثلا ساعة ساعتين، او في جدول معين الساعه كذا الساعه كذا، ما تعمليش ازعاج عشان انا بكون مثلا في المحاضره او كده. فهو كويس جدا في تنظيم الشغل بينك وبين اعضاء الفريق.